السلام عليكم ورحمة الله إخواني، حياكم الله وبياكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم الأحد 5 مارس 2017، الساعة راهي حوالي قريب السادسة مساء، يعني في نهاية اليوم. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد التجربة، نشرح يعني باختصار. كانت عندي خلية، الخلية هذه مؤخرا ضعفت إلى حد يعني أنها كانت راح تموت، راح تفنى. أنا يا باش نستفاد على الأقل من الملكة تاعها، واش درت؟ حكمت الملكة من الخلية الضعيفة هذه اللي راح تموت، كان باقي فيها حوالي 100 نحلة أو 200 نحلة. حكمت الملكة وضعتها في قفص، يعني أنكاجيتها، ورحت للخلية قوية فيها حوالي 5 أو 6 إطارات من النحل. جبت لها إطار منه، إطار فيه حضانة مغلقة، حضانة جيدة بها بما عليها من نحل. حطيت الإطار هذا اللي فيه الحضنة، حطيته في الخلية تاعي هذه، وضفت له 2 إطارات من الشمع الممطوط، شمع فارغ، وضعت الملكة تاعي بها في القفص. اليوم عندها 48 ساعة، يعني أنا سجنتها يوم يعني يوم ثلاثة، يوم ثلاثة، 3 مارس. كما راكم تشوفوا الخلية مازالت هي مغلوقة، يعني مازال ما فتحتهاش من اليوم اللي حطيتها في المكان هذا، لأني نقلتها حوالي 3 كيلومتر على المنحل تاعي باش النحل ما يعاودش يرجع لي للخلية الأم. بدون إطالة نفتحوا الخلية تاعنا على بركة الله. بسم الله. يعني هذا الإجراء هذا اللي درته هو من بين الإجراءات اللي النحال لازم عليه يديرهم باش يحافظ على الأقل إذا ما حافظش على الخلية كلها، يحافظ على الملكة اللي من بعد، يعني من خلال الملكة هذه الملقحة طبعا راح يتحصل على خلية يضمن استمرارية الخلية. يلا على بركة الله. الإطار تاعي اللي فيه الحضنة هو هذا الإطار اللي راكم تشوفوا فيه هنايا. الملكة تاعي ها هي وين راهي في القفص، يعني مازال ما مانيش عارف إذا راهي حية ولا راهي ميتة، ولا مازال ما عندي حتى معلومة عليها. دوك نجبدها بالعقل ونتفحصها. بسم الله. هاي الملكة تاعي، هاي داخل، هاي وين هنايا وراهي تتحرك وراهي حية، والنحل راكم تشوفوا كيفاش راهو محيط بها. ها شريت 10,000 راه مازال هو البري تاعها. هو مبدئيا النحل كي راهو محيط بها بالطريقة هذه، مبدئيا أنا على حسب ما على حسب التجربة تاعي، مبدئيا راهو قبلها، ولكن القبول هذا راح نشوفوه لازم يكون بالعين المجرده. الملكه تاعي هذه لما نحررها، دير الكاميرا هنا عندي. الملكه تاعي هذه كي نحررها دركا في وسط النحل تاعي، اذا النحل تكور عليها بشكل كره وبدا يعني يدير سلوك عدواني تجاه الملكه هذه، الملكه تاعي هنا في الحاله راهي غير مقبوله، لازم لي نعاود ندخلها في القفص ونخليها 24 ساعة واحدة أخرى. أو في حالة ما إذا طلقت الملكة تاعي والنحل يعني ما أبداش سلوك عدواني تجاهها، معناتها هنا يقبلها وخلاص، هنا نغلق الخلية تاعي ونخلي الملكة بتبدأ تضع البيض. لماذا؟ لأن الملكة هذه أصلا ملقح. نبدأ على بركة الله، نحط الملكة تاعنا هنايا. نديرو شوية دخان باش نحل تاعنا مية. ربما البعض يتساءل لماذا الإطارات راهي بهذا الشكل. هذا الإطار فيه مشكل،
لقيته اطول من اللازم وما عرفتش كيفاش نركبه في الخليه، اذا ركبته بهذا الشكل. عموما ماهوش امر ذو قيمه كبيره، لاني بقليل من الجهد راني رايح خرج الاطار تاعي بشكل عادي هكذا. باش النحل تاعي دائما باش نحافظ على السلوك تاعو، قدم هنايا باش نحافظ على السلوك تاع النحل تاعي دائما نعطيله شويه دخان هكذا باش نقدر نتحكم فيه ونحافظ على السلوك تاعو. لو تلاحظوا النحل راه يطير بطريقه شويه عشوائيه، لماذا؟ لانه مازال ما تعودش على المكان هذا، يعني جبته مؤخرا يعني 48 ساعه. بسم الله. هذا هو الاطار تاعي تاع الحضانه اللي حطيته للملكه، هو اطار حضانه يعني كان مختوم من الجهتين، ها فيه يعني حضانه ما شاء الله، وانا اخترتها لانها كانت راح تخرج اليوم، والدليل انها ها من الفاتحات هنايا تاع النحل اللي خرج اليوم، خرج هنا في ذا المكان اللي نقلته عليه. اذا نروح نجيب الملكه تاعي هكذا. نفتح لها قدم هنا الصورة واضحة. نفتح ونحاول نحررها في وسط النحل ونشوف السلوك تاع النحل اتجاهها، هل هو سلوك عدواني او فيه نوع من القبول. هاي الملكة تاعي، هاي خرجت، هاي لحد الان النحل مازال ما تكورش عليها. هايوا لو تلاحظوا النحل عمل نوع من هالة محيطة بالملكة، وهذا سلوك غير عدواني يدل على أن الملكة هذه تلقت قبول من النحل. لو كانت النحلة هذه عذراء، الملكة عذراء، ممكن كانت 48 ساعة ما تكفيش وممكن ما يقبلهاش النحل، ولكن بما أنها ملقحة شوفوا النتيجة. النحل يبدي نوع من الاحترام للملكة الملقحة، راهو عارف أن الملكة الملقحة هي ضمان استمرار الخلية. صحيح هي دخلت راسها هكذا في العين السداسية هذه، ولكن هو إجراء مؤقت فقط، لأنه أول تماس بينها وبين النحل. أنايا باش هذه حالة الاحتقان، هذه باش أزيل حالة الاحتقان راح ندير هكا ضربة خفيفة تاع الدخان، خلي الملكة تمشي في وسط النحل. فوالا لا، ولكن خلاص هو لو الملكة ما قبلهاش راح يهجم عليها هجوم يعني عنيف جدا، ولو ما تدخلناش في ربع ساعة الأولى حتى الساعة راح تسيبها ميتة في أسفل الخلية. ولكن الآن خلاص الملكة تاعي هاي وينا معلمة، والنحل راهو يتعرف عليها عن طريق الاحتكاك المباشر، وخلال صبيحة الغد إن شاء الله راح تبدأ تولد البيض بشكل عادي، وخاصة لما الحضانة هذه كلها اللي راك تشوف فيها لما تخرج راح تقوم بوضع البيض في كامل الإطار هذا، وبالتالي نكونوا ربحنا خلية وربحنا ملكة ملقحة. إذا إن شاء الله يكون التجربة هذه إن شاء الله تكون لاقت الإعجاب تاعكم، وسعيد جدا أني تقاسمتها معكم. أنا نبقى نتأمل في الملكة تاعي ونشوف نسبة القبول، على كل حال متأكد منها 100%، ولكن باش نطمن عليها نخليكم ونتلاقاو إن شاء الله في عدد آخر وفي تجربة أخرى. هذه تحياتي لكم، تحية أخوكم أمين ولسعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.